عشرات المنتجات اللي موجوده في السوبر ماركت واللي بتدخل بيتنا كل يوم. وبما ان الزيت يعتبر من اكتر المنتجات المنتشره داخل بيوتنا فهنبدا بيه النهارده. اول حاجه هنتكلم عنها النهارده هو زيت دوار الشمس. من الناحيه الصحيه زيت دوار الشمس يعتبر من الزيوت الغنيه باوميجا 6. اوميجا 6 من اهم العوامل اللي بتسبب الالتهابات، وبالتالي من احد اسباب العوامل المسببه لمقاومه الانسولين. وطبعا في ناس بتستخدمه على انه خالي من الكوليسترول، وده حقيقه لانه زيه زي الزيوت النباتيه، لكن ده مش كافي لانه ممكن يضر مريض القلب لانه بيسبب اكسده في الشرايين والاوعيه الدمويه، وده خطر على القلب. وطبعا في ناس كثيره جدا بتستخدمه للقلي، ولكن المشكله انه بيطلع منه ألديهيدز مسرطنه وبسبب مشاكل صحيه كتير. بالنسبه للسعر بقى يعتبر من الانواع المتوسطه في السعر، مش غالي قوي ومش رخيص قوي. ميزته انه طعمه مقبول بالنسبه لاغلب الناس. بالنسبه لسعراته طبعا مرتفعه لانه زيت، والمعلقه الواحده الكبيره بتديك حوالي 120 سعر حراري. بالنسبه للاشباع يعتبر من الحاجات المشبعه لانه طبعا زيت، وبناء عليه المفروض تقلل استخدامه وتخليه لاضيق الحدود نظرا للمشاكل الصحيه اللي بيسببها. اي حد فيكم عنده منتج عايز يحطه على الميزان يبعت لنا في الكومنتات. السلام عليكم.